يبقى الحدث كحكاية. خاتم السلطان. يحكى أنه في إحدى المدن كان يعيش سلطانا يعشق النوم إلى وقت متأخر من النهار، ويا ويل من يوقظه في الصباح الباكر. ذات يوم لم تكن شمس الصباح قد أشرقت بعد، أقبل رجل نحو باب دكانه الذي يواجه قصر السلطان، ووضع المفتاح في قفل الباب، وقبل أن يديره رفع يديه ووجهه إلى السماء وقال: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة. خاتم السلطان. يحكى أنه في إحدى المدن كان يعيش سلطانا يعشق النوم إلى وقت متأخر من النهار، ويا ويل من يوقظه في الصباح الباكر. ذات يوم لم تكن شمس الصباح قد أشرقت، أقبل رجل نحو باب دكانه الذي يواجه قصر السلطان، ووضع المفتاح في قفل الباب، وقبل أن يديره رفع يده ووجهه إلى السماء وقال: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، حتى إذا سقط شيء في البحر فقدرتك يا رب تعيده إلى البر. وكان السلطان ينام في سريره ونافذة حجرة نومه مفتوحة، فقطع صوت الرجل منام السلطان وأحلامه، فهب من فراشه مذعورا: من هذا الذي يقلقني بصوته فجر كل يوم ويحرمني متعة النوم الهادئ والأحلام الجميلة؟ من هذا الذي يتطاول علينا ويقلق راحتنا ونومنا؟ قال له مسرور الخادم: لعل مولاي يعني مرزوقا. قال السلطان: من مرزوق هذا؟ قال مسرور: إنه السائق الذي يواجه دكانه. قال مسرور: إنه السائق الذي يواجه دكانه قصر مولاي السلطان. قال السلطان: لماذا يفتح دكانه قبل أن تشرق الشمس؟ ولماذا يقول ذلك الكلام؟ من يصدق أنه إذا وقع شيء في البحر يمكن أن يعود مرة أخرى إلى البر؟ يا مسرور استدعي لي وزيري حالا، سوف ألقي مرزوقا هذا درسا لن ينساه. وجاء الوزير وقال له السلطان: احضر لي خاتمي الثمين ذا الياقوت الكبيرة التي تساوي 1000 دينار. وعلى الفور أبلغ مسرور أمر السلطان إلى الوزير، وأسرع الوزير إلى خزانة القصر وأخذ منها الخاتم وتوجه مسرعا إلى السلطان. وخرج السلطان يتبعه الوزير وعبر الطريق إلى دكان الصائغ مرزوق. فوجئ مرزوق بالسلطان مع وزيره يدخلان دكانه الصغير، ولم يلبث السلطان أن أخرج الخاتم الثمين وقال لمرزوق: مرزوق، هل ترى هذا الخاتم؟ إن به ياقوتة ثمنها 1000 دينار، وأنا أخشى عليه من الضياع، لذلك جئتك لتصنع لي خاتما مثله تماما، وتضع بدلا من الياقوتة قطعة زجاج تشبهها حتى أتزين بالخاتم المزين، ولا أستخدم الخاتم الثمين إلا في المناسبات الهامة. قال له مرزوق: أرجو أن يوفقني الله لأكون عند حسن الظن مولاي.
قال له سلطان لكن خذ حذرك واحرص على الخاتم حتى لا يضيع منك. قال مرزوق سأحرص عليه حرصي على عيني وسأضعه في هذه الخزانة الحديدية التي لا يفتحها سواي. وفتح مرزوق الخزانة وأخرج صندوقا صغيرا وضع فيه الخاتم. وقبل أن يغلق الخزانة نداه السلطان فجأة: يا مرزوق يا مرزوق، أنا عطشان، احضر لي كوبا من الماء. فترك مرزوق ما بيده واندفع خارجا ليجيب طلب السلطان. فطلب السلطان من الوزير بأن يقف على باب الدكان لمراقبة مرزوق. وبعد قليل عاد مرزوق وقدم كوب الماء للسلطان. فقال له السلطان وهو يتناول الكوب: يا مرزوق، لقد حددت لك 3 أيام تنتهي فيها من صنع الخاتم، ثم أتسلمه منك مع خاتمي الأصلي في صباح اليوم الرابع، لكن احرص جيدا على خاتمي، فلن يكون جزاؤك إذا ضاع الخاتم إلا قطع رأسك، وإذا أتقنت صنعه فلك 1000 دينار مكافأة. وخرج السلطان مع وزيره وعاد إلى القصر. وأسرع مرزوق عائدا إلى منزله الصغير، وما أن شاهد زوجته مبروكة حتى صاح وقد غمرته السعادة: أبشري أبشري يا مبروكة أبشري، لقد هبطت علينا ثروة من السماء، 1000 دينار لصنع خاتم واحد. سنترك هذا البيت الصغير ونبني بيتا كبيرا، سأشتري لك الملابس التي تحلمين بها. ووقفت الزوجة في دهشة لا تفهم شيئا، ثم أخذت تلاحق زوجها بالأسئلة إلى أن فهمت حقيقة الأمر. وتركه في خزينة دكاني حتى صرخت مبروكة: وكيف تركت دكانك؟ يجب ألا تتركه أبدا إلى أن تنتهي بسرعة الخاتم المطلوب منك، يجب أن تبقى هناك ليلا ونهارا لكي تحرس خاتم السلطان، لقد هددك بقطع رقبتك إذا ضاع، قم 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 واذهب مسرعا إلى الدكان وسأحضر لك الطعام هناك. وخرج مرزوق بسرعة عائدا إلى دكانه، وما أن بلغه حتى أسرع بفتح الخزانة ليخرج منها الصندوق الذي وضع فيه الخاتم. وكم كانت المفاجأة قاسية عليه عندما وجد الصندوق فارغا، لم يستطع أن يتصور كيف اختفى الخاتم من مكانه، مع أنه متأكد من وضعه في الصندوق عندما أخذه من السلطان، وأنه وضع الصندوق بنفسه في الخزانة. وعاد فنظر في الصندوق مرة أخرى، ثم أخذ يفتش 10 مرات في كل ركن من الدكان، ولكن بدون جدوى. عندما أحضرت له زوجته مبروكة الطعام ورأته على تلك الحال صاحت: ما بك يا مرزوق؟ لماذا تجلس هكذا؟ إن وجهك أصفر وعينيك زائغتان ويداك ترتعشان، ماذا أصابك؟ قال لها مرزوق: الخاتم الخاتم يا مبروك، الخاتم. خاتم؟ خاتم السلطان الذي يساوي 1000 دينار، ماذا حدث له؟ قال مرزوق: لقد اختفى، لقد ضاع يا مبروك. يا مصيبتي يا مصيبتي، لابد أن نجد الخاتم يا مرزوق، لابد أن نجد الخاتم يا مرزوق، لابد أن نجده، سيقتلك السلطان إذا لم تعثر عليه، لابد أن نعثر عليه. وطال بحثهما لكنهما لم يجدا شيئا. أما في قصر السلطان فقد أمر السلطان بأن يعد له زورقا ليقوم بنزهة، واصطحب معه وزيره وخرج إلى البحر. وأمر السلطان الملاحين بأن يتوغلوا بعيدا عن الشاطئ، ثم التفت إلى وزيره وقال له: هل تعرف ما هذا الذي في يدي يا وزير؟ قال الوزير: ها يا مولاي، خاتمك يا مولاي الذي تركته عند الصائغ مرزوق، لقد وضعته أمامي في خزانته، كيف عاد إليك يا مولاي؟ قال له السلطان: أيها الوزير الذكي، ألا تذكر أنني أمرت مرزوقا بأن يحضر لي كوب ماء لأشرب، وأمرتك أن تخرج لمراقبته؟ قال الوزير: نعم نعم أذكر يا مولاي، لقد تركتك وحدك في الحانوت وكانت الخزانة مفتوحة، ولكن لماذا أخذت الخاتم يا سيدي السلطان؟ قال السلطان: ألم تسمعه يقول أن أي شيء يقع في البحر يمكن أن يعود إلى البر؟ سأجعله يتحقق من صدق كلامه الذي يقلقني به فجر كل يوم. قال له الوزير: هل تقصد يا مولاي أنك ستلقي بالخاتم في البحر الآن؟ إنها خسارة كبيرة يا مولاي أن يضيع مثل هذا الخاتم الثمين، تمهل يا مولاي تمهل، فسيضيع الخاتم إلى الأبد. ولكن السلطان لم يهتم بكلام الوزير وألقى بالفعل بالخاتم في ماء البحر. وفي اليوم التالي استيقظ السلطان ظهرا حيث لم يقلقه صوت، فنادى وزيره وقال له وهو يشير إلى دكان مرزوق: انظر، لقد نجحت في الطقم، لقد كف مرزوق عن إطلاق نداءاته الذي طالما أقلقني به عند فجر كل يوم.
قال الوزير لابد أنه مجنون وأن الهموم قد ركبته وقلبت حياته رأسا على عقب عندما اكتشف ضياع الخاتم. قال السلطان وقريبا أتخلص منه وأقضي عليه، إن الأمر لا مهرب منه ولا بد من قطع رقبة ذلك الصائغ المجنون عند نهاية الأيام التي حددتها له. لكن عند نهاية الأجل المحدد حدث شيء عجيب مثير. فما أن ارتفع صياح أول تيك في فجر اليوم الذي حدد السلطان ليتسلم الخاتم من مرزوق، حتى ارتفع مع صياح الديك صوت يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، وإذا سقط شيء في البحر فقدرتك يا رب تعيده إلى البر. واستشار السلطان غضبا وغادر فراشه وهو يصيح ما هذا ما هذا، لقد عاد مرزوق يقلقني بصياحه، ألم ألقنه درسا سيفقد بسببه رأسه في صباح اليوم؟ نادوا على الوزير، نادوا على الوزير، دعوه يأتي مسرعا. وأنت يا مسرور أحضر لي سيفك واتبعني. دخل السلطان دكان مرزوق وشرر الغضب يتطاير من عينه، وكان يتوقع أن يجد مرزوقا حزينا باكيا وأنه سيركع أمامه يطلب الرحمة والعفو، لكنه وجد الصائغ رابط الجأس مبتسما مشرق الوجه، وزاد هذا من غضب السلطان. فقال له السلطان غاضبا لقد انتهت الأيام الثلاثة وحان الموعد المحدد بيننا. قال مرزوق لذلك يا مولاي فأنا في انتظارك. قال السلطان وهل انتهيت من صنع الخاتم؟ إذا كنت تراوغ لتكسب وقتا فلن تهرب من مصيرك، وسأمر مسرور السياف بقتلك إن لم تكن قد نفذت ما طلبته منك. أحضر الخاتم بسرعة مرزوق. قال مرزوق قال هل يريد مولاي الخاتم الحقيقي أم المزيف؟ قال السلطان الحقيقي والمزيف الاثنان معا وفي الحال. ففتح مرزوق علبة بجواره وأخرج منها خاتما قدمه للسلطان، وهذا هو الخاتم المزيف يا سيدي. قال السلطان إن هذا لشيء غريب، إنه يشبه الخاتم الحقيقي تماما، كيف صنعته يا مرزوق؟ هل أسعفتك ذاكرتك فتذكرت خاتمي بهذه الدقة؟ قال مرزوق ولماذا أعتمد على ذاكرة يا مولاي؟ ألم تترك خاتمك الحقيقي عندي لكي أصنع لك واحدا مثله؟ قال السلطان ها؟ نعم، ولكن أين الخاتم الحقيقي؟ وسرعان ما أخرج مرزوق الخاتم الحقيقي من الخزانة وقدمه إلى السلطان. قال السلطان هذا شيء لا يصدقه عقل، انظر يا وزير أليس هذا هو خاتم الحقيقي بعينه؟ قال الوزير نعم نعم يا مولاي هو بنفسه. قال مرزوق ألم أقل يا سيدي أنه إذا وقع شيء في البحر فبقدرة الله يمكن أن يرجع إلى البر؟ السلطان وهو يضرب كفا على كف هذا شيء مدهش وعجيب، كيف حدث هذا يا مرزوق كيف؟ قال مرزوق الحكاية مولاي أغرب من الخيال، لكنها حدثت بالفعل قدرة الله تعالى. وبدأت الحكاية الغريبة بعد أن يأس مرزوق وزوجته من العثور على خاتم السلطان، وظل يومان ونصف لم يذوق فيها طعاما ولا شرابا ولا نوما. وفيما هم على تلك الحال من الحزن الضيق ارتفع نداء بائع السمك، فقالت الزوجة قم يا مرزوق واشتري لنا سمكا لنأكل فنستطيع أن نفكر في وسيلة نهرب بها من غضب السلطان. لكن مرزوق رفض أن يتحرك من مكانه، قال لست أريد سمكا لن أكل شيئا. فنادت مبروك على بائع السمك واشترت منه سمكة كبيرة، وشقت مبروك بطن السمكة فوجدت بداخلها حلقة من معدن صلب تحيط به الأوساخ. فقالت لزوجها لكي تصرف عنه حزنه انظر يا مرزوق انظر لقد وجدت هذا في بطن السمكة، سأذهب وأغسلها. وما أن فرغت من غسل الحلقة بالماء والصابون حتى صاحت انظر انظر يا مرزوق إن الحلقة ليست إلا خاتما ثمينا. وتنبه مرزوق إلى ما قالت له زوجته فقفز من مكانه ساخرا الخاتم هذا إنه خاتم السلطان الذي أعطاه لي، لقد عاد الخاتم يا مرزوق لقد عاد الخاتم لقد وجدنا الخاتم. أخذت الزوجة تطلق الزغاريد، وأخذ مرزوق يقفز في الهواء ويهلل ودموع الفرح تنحدر على خده وهو يقول الحمد لله الحمد لله. لكن كيف ذهب الخاتم إلى البحر وكيف وصل إلى بطن هذه السمكة؟ قالت الزوجة هذا سر لا يعلمه الله.
الآن هيا هيا نذهب إلى الدكان لنعيد ترتيبه وتنظيفه، فإن السلطان سيشرفه غدا. وما كان الفجر يرسل تباشيره حتى كان مرزوق قد أتم صنع الخاتم الذي طلبه السلطان، ووقف أمام الدكان يردد دعاءه: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قدير، حتى إذا سقط شيء في البحر فقدرتك يا رب تعيده إلى البحر. وما أن سمع السلطان القصة حتى صاح قائلا: سبحان الله، سبحان الله، أنت رجل صالح حقا يا مرزوق، وأعتذر عن كل ما فعلت معك، ومكافأتك بدلا من 1000 دينار كيسا به 10,000 دينار. وأنت يا وزير أعتقد أنك لن تجد من هو أكثر من مرزوق صلاحا وأمانة، عينه حارسا على بيت المال. وأمر السلطان مرزوق بأن يوقظه صباح كل يوم بعبارته الصادقة: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة، حتى إذا سقط شيء في البحر فقدرتك تعيده إلى البر. وصدق أو لا تصدق.